وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين، افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد عدنان بن أحمد عبد الملك في منطقة خليج البحرين. وخلال حفل الافتتاح أكد رئيس الأوقاف السنية أن مملكة البحرين في ظل العهد الساهر لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، توسعت بمشاريع تشييد المساجد، مما يؤكد النهج الثابت لمملكة البحرين في رعايتها واهتمامها بإعمار بيوت الله. وأكد الشيخ الهاجري أن بناء مسجد عدنان بن أحمد عبد الملك جاء متماشيا مع الطابع التراثي والتاريخي لمملكة البحرين، ويشمل مصلى للرجال يتسع إلى 150 مصليا، بالإضافة إلى مصلى للنساء يتسع ل 48 مصلية. يأتي هذا المسجد في سياق توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بافتتاح وتهيئة وصيانة عدد من المساجد. ولا شك أن مثل هذا العام المبارك يلاحظ الجميع أن هناك ازدياد مضطرد في بناء المساجد، يأتي متزامنا مع هذه النهضة العمرانية التي تشهدها بلادنا حرسها الله مملكة البحرين، ويأتي أيضا متزامنا مع هذه المشاريع الإسكانية التي أمر بها سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. هنا أتقدم بالشكر والتقدير والثناء للأخوة المحسنين أبناء أحمد بن يوسف بن عبد الملك الذين تبرعوا ببناء هذا المسجد، والدعاء موصول لجميع المحسنين الذين يساهمون في بناء المساجد وعمارتها وصيانتها.